حقيقة يعني أدت هذه الحرب إلى ارتفاع السوق العراقية بشكل كبير، وجاء هذا مؤثرا على المواطن الكربلائي. اليوم يعني يشهد المواطن العراقي ارتفاعا حادا جدا في أسعار المواد الغذائية، وبالتحديد يعني مادة الزيت إذا أردنا أن نتحدث، وأيضا مادة الطحين وغيره، وهذا يعني سوف يهدد الأمن الغذائي للمواطن العراقي. يعني قبل ذلك او قبل يعني احداث الاحداث الاوكرانيه الروسيه، كان اي المواطن يعني يشكو من ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، والتي ايضا القت بظلالها على السوق العراقي وعلى يعني كاهل المواطن العراقي بارتفاع المواد الغذائيه، وبالتحديد اتحدث يعني عن اصحاب الدخل المحدود ويعني الاجور اليوميه الذين هم يعني في الواجهه من يواجهون يعني حقيقه مشاكل كبيره بهذا الصدد. عدي ايضا يعني بعدما حدثت الحرب الروسيه الاوكرانيه، هي الاخرى ايضا اثرت وبشكل كبير على الشارع والسوق العراقيه، ويعني حيث وصل يعني بطل زيت الى 4000 دينار عراقي بعدما كان 1500 دينار. يعني لاحظ الفرق زميل عدي بارتفاع الاسعار يعني الكبير في المواد الغذائيه. يعني سابقا كان المواطن يطالب بدعم الحكومه ووزاره التجاره في يعني زياده مفردات البطاقه التموينيه، الان بات يعني يطالب بخفض اسعار المواد الغذائيه بعيدا عن مطالبته ب يعني زياده مفردات البطاقه التموينيه، وهذا جاء يعني سلبا على ويعني ازاد من الحمل على كاهل المواطن العراقي. يعني في وقت سابق قد دعت يعني الكتله الصدريه من خلال المؤتمر عقد في الحنانة إلى يعني تخفيض سعر صرف الدولار وأيضا تخفيض أسعار المواد الغذائية.